مساحة التعليم في مصر الحقيقة بتقوم فيها بدور متميز للغاية، وبنشوف الجامعات المصرية على مدار السنوات الأخيرة بتعتلي أعلى الأماكن وبتدخل تصنيفات العالمية لجودة التعليم. الحقيقة أن كل ده بيتم بجهود كبيرة جدا وبرؤية واضحة وقوية من الدولة المصرية، لأن التعليم هو أساس التقدم والبحث العلمي هو أساس التميز. طبعا مؤخرا تم إضافة عدد من الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي، واللي بيوضح زي ما قلت لكم أهمية التقدم اللي بنقوم بيها في مساحة التعليم. تفاصيل أكتر خلينا نعرفها من دكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وواحدة اللي هي واحدة طبعا من أهم الجامعات اللي تم إدراجها مؤخرا في تصنيف التايمز العالمي، واللي منورنا عبر زوم. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح الفل يا ياسمين. دكتور، جامعة سوهاج تم إدراجها في تصنيف التايمز العالمي، فقول لنا وجهة نظر حضرتك، يعني إزاي ده تم؟ أهمية الخطوة دي كمان تبقى إيه؟ وحضرتك زي ما حضرتك اتفضلت وقلت إنها تم إدراج جامعة سوهاج من أفضل 28 جامعة في مصر، ورقمها من 1200 ل 1500 على مستوى العالم. وده حضرتك ما جاش من فراغ. هو جامعة سوهاج حاليا تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها إلى الدخول في التصنيفات العالمية وإحراز مركز متقدم. ده اللي احنا بنشتغل عليه، بنشتغل في كل المجالات وفي كل المحاور. فعندنا محور النشر العلمي، عندنا علماء مصنفين من أحسن 2% من أحسن علماء العالم على حسب تصنيفات ستانفورد. احنا عندنا 10 عالم ما بين علوم وآداب وطب ومختلف المجالات. عندنا نشر علمي واسع وأساتذة حاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية برضو في جميع المجالات. عندنا التعليم على أحدث مستوى حاليا، لأن جامعة سوهاج تملك 2 كامبس، واحد الكامبس القديم وبه 5 كليات، والكامبس الجديد وبه 12 كلية. الكامبس الجديد موجود في مدينة سوهاج الجديدة، وتشرفنا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مستشفى سوهاج الجامعي الجديد في مدينة سوهاج الجديدة، وكان اللقاء موجود في المركز الدولي للمؤتمرات بقاعة قناة السويس، والرئيس بنفسه شاف النهضة فيها جامعة سوهاج، حيث المقر الجديد مساحة 750 فدان ومزرعة 250 فدان، يعني احنا بنتكلم على 1000 فدان موجودة منظمة بطريقة على أحدث مستوى، فيها كل مجالات التعليم والتعلم من فصول دراسية، وهذه الفصول مزودة إن شاء الله بأجهزة كمبيوتر لعمل الامتحانات الإلكترونية، كما أشار ووضح السيد رئيس الجمهورية في لقاء المجلس الأعلى للجامعات الإسماعيلية قريبا الأسبوع الماضي، وقال إن الامتحانات الإلكترونية أدت إلى شفافية وإلى يعني جودة المنتج ألا وهو الطالب، بحيث ما يبقاش فيه ظلم، ما يبقاش فيه محاباة، ما يبقاش فيه أي حاجة. وبها أيضا صالة أولمبية إن شاء الله على أحدث مستوى إحنا بننشئ فيها، ومسندة إلى شركة كبيرة بإذن الله بتكلفة وقدرها حوالي 550 مليون جنيه. وعندنا المنشآت كليات تانية جديدة هتتنقل هناك، بحيث تفضي أماكن لكليات اكتظت شوية بالطلبة. يعني احنا بنتكلم على 15 مشروع إنشاء جديد في مدينة سوهاج الجديدة، في جامعة سوهاج الجديدة، تكلفة قدرها 2.3 مليار جنيه. وده يدل على شيء، فيدل على مدى يعني التطور والتقدم ومدى اهتمام الدولة الصعيد الذي كان مهمش قريبا. وده دليل على التنمية والتطور والتقدم، ودليل على أن إن شاء الله بإذن الله تعالى جامعة سوهاج ستحتل مركز متقدم إن شاء الله في القريب العاجل في التصنيفات. وإحنا لسه عندنا تصنيفات كتيرة جاية، وإحنا عندنا فريق في النشر العلمي أو مركز النشر العلمي هو اللي منوط بهذه التصنيفات، وبعض التصنيفات بتاخد البيانات أوتوماتيك من على المواقع التواصل او المواقع الالكترونيه اللي هي موجوده على مستوى العالم من غير اي تدخل عنصر بشري، ولا نزكيها بمعلومات قد تكون هذه المعلومات مبالغه فيها او غيره. فده دليل برضو ايضا على الشفافيه، ودليل على مدى التقدم العلمي اللي بتصير في جامعات مصر وخاصه جامعه سوهاج.
طبعا يا دكتور، واحد من اهم المؤشرات اللي بتدخل اي جامعه في هذه التصنيفات يعني او التصنيفات العالميه هو البحث العلمي، وطبعا يعني هو من اهم الاعمده اللي بتساهم في تقدم اي دوله. فطمنا على جامعه سوهاج، هي واصله فين في البحث العلمي؟ زي ما قلت لحضرتك، هو البحث العلمي في جامعه سوهاج احنا عندنا يعني علماء والرانك بتاعهم عالي وبنشوفه في مجلات عالميه، واحنا بنشجع هذا النشر العلمي. طبعا بنحاول نكافئ هؤلاء العلماء والباحثين واعضاء هيئه التدريس اللي بينشروا في مجلات لها سكور عالي بعمل مكافاه لهم، هذه المكافاه سنويه. واحنا قلنا من هذا التاريخ هو ان اللي ينشر في مجلة عالمية في تصنيف كوارتر يتصرف له جائزة في التو واللحظة، بمجرد ان هو يجيب البحث وفي لجنة تنظر الى هذا البحث وتقيمه وتشوف يعني مطابق للمواصفات الموضوعة. فده يعني تشجيع ولو كان جزئي، لان العالم او الباحث طبعا بيصرف كتير، ما بيبصش للناحية المادية قد ما هو بيبص ان هو ازاي يعلي من الرانك بتاعه كباحث ويعلي في نفس الوقت من رانك الجامعة. ايضا عندنا مشاريع ان شاء الله عاملين خطة بحثية بحيث في لجنة بتقدم فيها شباب الباحثين والباحثين لاخذ مشروعات ويتم تمويلها من صندوق البحوث في الجامعه. وايضا عندنا منافسه بحيث في بعض الاساتذه وبعض الاقسام مقدمه في صندوق الاس تي دي اف اللي هو صندوق التكنولوجيا والعلوم، وبياخدوا تمويل. مثلا كليه العلوم عندها حوالي يعني 8 مشروعات، من مشروع تراوح ما بين 20 الى 8 مليون. ايضا عندنا شراكات مع جامعات اوروبيه، عندنا شراكات مع جامعات عربيه، عندنا طلاب وافدين. كل هذا بينمي طبعا البحث العلمي ويطوره. عندنا شراكات مع المجتمع الخارجي من الصناعه، عندنا منطقتين صناعيتين جديدتين في سوهاج اللي هي غرب جرجه وغرب طهطه، وبها مصانع متعدده، فهناك اتصال وتواصل وتنسيق وابحاث تجرى ما بين الجامعه وبين هذه المناطق الصناعيه حتى يكون هناك عائد على المجتمع الخارجي وحل مشاكل المجتمع الخارجي، كما امر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكما حثنا السيد الوزير ايمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي على زياده التواصل والترابط ما بين الجامعه، جعل الجامعه مخرجا او معملا لحل المجتمعات الخارجية، لحل مشاكل المجتمعات الخارجية، وإضافة للتنمية اللي هي موجودة في كل إقليم من أقاليم مصر. طب دكتور، احنا خلاص الدراسة يعني على الأبواب وفي اللي ابتدوا خلاص، فاحنا عايزين نعرف أبرز الاستعدادات اللي بتعملوها في جامعة سوهاج لبداية السنة الدراسية الجديدة. هو حضرتك احنا اكيد في جامعات طبعا بدات، فاحنا عايزين او كليات عندكم بدات، فاحنا عايزين نعرف بس استعديتوا ازاي وبتستعدوا ازاي. احنا استعدينا عن طريق مثلا على سبيل المثال غيرنا البنيه التحتيه في الجامعه القديمه، يعني من مياه وصرف صحي، ودي اتكلفت حوالي 12 مليون جنيه، وتم عمل لاندسكيب وان شاء الله شغالين المقاول فيه، بس بيشتغلوا بالليل عشان ما يعوقش حركه الطلبه بالنهار. وبعد كده يعني عندنا الجامعه الجديده تم عمل رصف للطرق لانها على مساحه كبيره قوي بحوالي 80 مليون جنيه. عندنا استعدادات في اللوجستيه اللي موجوده في المعامل والمدرجات، من حاسبات الي، من داتا شو، من كراسي مثلا تجديد، من ادوات للمعامل، المدينه الجامعيه والتغذيه والفرش بتاع المدينه ومن السراير والاساس. عندنا كمان اعضاء هيئه التدريس كلهم، يعني تم اجتماعات مع اعضاء هيئه التدريس في نفس الوقت استقبال الطلاب الجدد وحثهم على التعليم وعلى التحصيل وعلى الجد والاجتهاد. وكل كليه عملت برنامج، او احنا عملنا برنامج على مستوى الجامعه بحيث كل كليه تعمل لقاء مع الطلاب الجدد وايضا الطلاب القدامى عشان الطلبه تشوف بقى التخصصات بتاعتها، عشان الاساتذه يشرحوا لها بقى اللي هم غريب عليهم، الاستفسارات اللي عايزين يستفسروا عنها من برامج جديده. كل الحاجات دي احنا استعدينا على تم الاستعداد، وبالفعل
في كليات او معظم الكليات تم تفعيلها وتم الدراسه بيها، وحاليا الان بيها طلبه. طبعا وسائل المواصلات اللي هي موجوده احنا زودناها وضخينا برضو وسائل المواصلات، لان بين الجامعه القديمه والجامعه الجديده حوالي يعني من 20 ل 25 دقيقه بالباص. فبالتالي كلها دي استعدادات احنا استعدناها، بجانب طبعا البنيه التحتيه الاساسيه اللي هي موجوده في الجامعه واحنا بنكمل عليها. طبعا كل التوفيق لحضراتكم يا فندم، ويعني مجهود عظيم بتقوموا بيه، وان شاء الله دايما متفوقين. احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا دكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، كنت معانا عبر زوم.